زنوبة وعم سمعان اللفان. مين هي زنوبة وإزاي اتحولت لرزان؟ مين هو عم سمعان اللهفان وإيه حكايته مع رزان ولا زنوبة؟ والواد، الواد ايه حكايته؟ يا ترى شالوه من على الأرض ولا سابوه؟ هذا وأكثر ما سوف نعرفه قريبا في حلقات زنوبة وسمعان اللهفان بقلم ورواية الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي. انتظرونا. أهلا بمتابعي حسابات الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي على تويتر، أنكر، يوتيوب وسبريكر. هذه هي الحسابات الوحيدة المسموح لها بنشر تغريدات الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي التي تعبر عن آرائها أو بها بعض إنتاجها الأدبي. وكذا قنواتها على اليوتيوب، سواء كانت القناة الأولى أو الثانية، هي القنوات الوحيدة المسموح لها أن تبث الحلقات التي تسجلها الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي صوتيا وبها بعض إنتاجها الأدبي وفي بعض الأحيان إنتاجها العلمي. كل من خالف ذلك سواء كان السارق أم من يتعاملون معه يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ويوما ما سنحصل على حقوقنا بالكامل. اليوم كما وعدناكم بالأمس سنبدأ حلقات زنوبة وسمعان اللهفان.
قبل ما نبتدي الحلقات النهاردة نعتبرها مقدمة لهذه الحلقات، أحب أقول فيها كذا نقطة. أول نقطة فيها إنها هتكون شوية بلغة غير مألوفة غير اللي تعودتوها مني، لأنها هتعكس الوسط اللي بدأت فيه زنوبة، فلازم يكون معبر عن هذا الوسط، وهنستخدم بعض الأغنيات الشعبية علشان نعبر عن بعض المواقف. الأغنيات الشعبية اللي أنا هستخدمها مش هيكون فيها كلمات ساقطة، لكن بعض الأغاني الشعبية بيكون فيها كلمات ممكن نقول عليها يعني مش قيمة قوي أو ملفتة للنظر قوي أو حاجة، لأنها بتختلف من مطرب لمطرب، بس احنا هنستخدم بعض الأغاني اللي ليها علاقة بالمواقف. فمثلا أنا حطيت لكم في التتر بتاع الانترودكشن أغنية الساح الدحم بو بتاعت أحمد عدوية. أحمد عدوية لما ظهر كان ظاهرة، وكتير قوي من المطربين اللي كانوا معروفين أياميها بقوا مستغربين قد إيه هو نجح. وإحنا اللي بنهتم بالطب النفسي وعلم النفس لازم نقرأ في المواضيع دي ونعرف أسباب نجاح الناس دول في أوقات معينة. أحمد عدوية ظهر في الفترة اللي بعد حرب 73 وبعد ظاهرة الانفتاح، كان من المتوقع دائما أن تحدث كبوات أو فترات ركود ذهنية تعصف بالوعي الجمعي للمجتمعات بعد الحروب، سواء كنت منتصرا أم منهزما، لأن الناس بتبقى مشدودة قوي وكلها موجهة سياسيا ومركزة قوي على حال البلد، فمحدش بيقدر يستمر في هذا التوتر أو الاهتمام بموضوع واحد لمدة طويلة. فلوحظ دايما في تاريخ الشعوب أن بعد الحروب أو بعد أي حاجة تعتبر نكسات أو ضربات كبيرة للشعوب حتى لو كانت اقتصادية، بيعقبها تراخي وهبوط في مستوى الفن بكل صوره. هي مشكلتنا مع هذه النوعية من الفنون لأنها طول عمرها موجودة، هي بس نسبتها وتسيدها للمشهد، هي دي المعضلة في الموضوع دلوقتي، إن اللي عايز يسمع حاجة كويسة بقى يتعب قوي عشان يدور على حاجة كويسة يسمعها. هي دي نقطة اختلافنا في الموضوع. عبد الحليم حافظ نفسه لما عدوية طلع كان مذهول وبقى يحضر له حفلات. عبد الحليم كان غيور جدا على فنه وبيحب النجاح جدا وبيغير من أي حد ناجح، فكان بيحضر حفلات عدوية عايز يعرف الناس بقت بتحب فيه إيه، كان عايز يشوف الناس بتحب فيه إيه. عدوية كان ليه صوت يعتبر مناسب للون الشعبي، لكن كان العيب في الكلمات اللي بيختارها، لكن ما كانش فيها أو اللي أنا سمعته على الأقل كلمات وقحة، إنما ممكن نقول عليها مسفة أو مش ذات معنى قوي. فمثلا الصح الدح إمبو ده كلام بيتقال للأطفال، يعني كلمة الصح في الجهات الشعبية بتتقال عليها الصح، بتحرف عشان تبقى الصح. الدح يعني حاجة حلوة، لما تحب تقول لطفل في الوسط الشعبي أنت عملت حاجة حلوة مش بتقول له برافو ولا إكسلنت ولا هتاخد ستار، بتقول له دح، الحاجة الحلوة بتقول عليها دح. أمبو كل الأطفال أول ما يتعلموا أنهم عطشانين عايزين يعبروا عن العطش بيقولوا أمبو، فهي كانت كلمات مش مسفة، معبرة على أنه بيتكلم على طفل لكن مش متوقعة من أغنية وكان سمعها أو وقعها للسمع غريب شوية. إنما احنا في العلم النفسي والطب النفسي لما بندرس وسط لازم ناخد الحاجة الملائمة ليه. هديكم مثال تاني على نقطة أحب برضو أعلق عليها عشان تفهموا ليه أنا هتكلم باللغة دي، وأنا أديتكم مثال عليها في التغريدات على سلطان وأخوه أحمد زكي في مسرحية العيال كبرت، اللي هو كان سعيد صالح وأحمد زكي، لما حاول يفهمه أن أبوه هيعمل مصيبة لما هيتجوز ويسيب مامته ويسيب لهم البيت، أما كلمه كلام من بتاع المثقفين والحالة الاقتصادية واللي هيحصل في البيت والكلام ده، فتح له بقه وقال له أخوك بيهز راسه هو مش فاهم حاجة وأنا مش فاهم حاجة، ما تفهمنا يا ابني. فراح بيكلمه باللغة اللي هو بيفهمها، قعدته وسط المحششين واللي بيشربوا المخدرات والعوالم والرقصات عشان يفهم، ففهم. فلما بنعبر على وسط احنا بنستخدم اللغة بتاعة الوسط، ولما هجيب له أغاني هختار أغاني من بتاعة الوسط.
احنا لما اتعلمنا في كلية الطب، وكمان لما بنعلم ولادنا في كلية الطب بنقول لهم العيان هيجيلكو هيشتكيلكو بلغته مش بلغتكم، وبنعلمه ازاي ينطق اللغة دي عشان لو العيان ما جابش سيرتها هو لازم يسألوا عليها باللفظ اللي العيان بينطقوا فيها. انا هقول لكم الالفاظ بالانجليزي ومش هقول الالفاظ اللي احنا بنقولها باللغة العربية، بس احنا بنعلمها للطلبة لان هيجيلك عيان هيقول لك اللفظ ده، فانت مش تقعد تقرف منه وتعمل تعبير على وشك انه مش نافع وتمشي وتسيبه، ما ينفعش. لازم تعرف العيان بتاعك هيجيلك يقول لك ايه باللفظ. فاحنا مثلا لما بنسأل العيان على التبول والتبرز اليورينيشن والديفيكيشن ان انجلش، بنتعلم في الطب يقولوا لنا اسألوهم كذا لفظا، بيقولوا لنا الكلمه اللي هنسألهم عليها، لان لازم اسأل العيان باللغه بتاعته، او لما يقولها ما اقولوش انت بتقول ايه، يعني ايه اللي انت بتقوله ده، انا بس بعمل تحليل للاعراض بتاعته عشان اقدر اقول له عندك كذا واعمل لك تحليل كذا واعالجك ازاي. فعشان كده عايز افهمكم ان الطبيب بيبقى عباره عن جراح سلوك بيشخص الحاجات وبيتعلم كل وسط لغته ايه وبيقول ايه، عشان تعرفوا ليه انا بهتم بكل الاوساط وبسمع كل الحاجات وبقرا كل الحاجات واشوف ما وراها ما تعكسه، وليس الكلمه هي الكلمه. فاستح الدحم بو ما فيهاش قله ادب، لكن فيها لغه كانت غريبه عما سامعنا في الغناء، نجحت نجاحا غير عادي مع احمد عدويه، وكان بيكسر الدنيا سواء بشرايطه او حفلاته، وزي ما قلت لكم ان حتى عبد الحليم نزل يسمعه. التجربه اللي اتعملت مع احمد عدويه عشان يحسنوا له مستوى الاغاني كانت مع هاني شنوده لما عمل له زحمه يا دنيا زحمه، ويمكن ناخد منها جزء في بعض الحلقات. المهم ان احنا بنبتدي الحلقات بملحوظة انها هتكون شوية غريبة عن اللي احنا تعودنا عليه في الحلقات اللي قدمناها، حكاية روز او حتى عبد المقصود، مع ان برضو عبد المقصود كان في وسط، ما اقدرش اقول شعبي قوي، لكن يعني احنا بنقول عليه متوسط، يعني شوارع في حاجات وسطية ما هيش في احياء راقية. وعملنا الفراشة والتور الهايج عملناها في صحراء، بيئة صحراء ما بين فراشة وحيوان اللي هو التور، فاستخدمنا اللغة اللي ممكن الفراشة تقولها واللي التور يقولها، لما يحب هيحب بقرة مش هيحب حاجة تانية، وهكذا، عشان تفهموا اللغة اللي هنتكلم بيها وتبقوا فاهمين لما نتكلم دراميا لازم نتكلم بلغة الأبطال اللي اخترناهم، ونختار حاجة المتلقي يفهمها، يبقى ده سبب اختيارنا للحاجات دي. وفي الطب احنا بنتعلمها لان ده شغلتنا، ما بالك بقى علم النفس، لان احنا في العلم النفسي والطب النفسي كمان لازم نقرا اللي ورا العيان، اللي ورا وشه، اللي ورا اللي هو عايز يقوله او خايف يقوله او مكسوف يقوله، عشان هيبقى له معنى عندنا. يبقى دي البدايات. النقطة التانية اللي احب اركز عليها ان اي تشابه في الوقائع او مع بعض الشخصيات في الحقيقة لا تمت لدرامتنا بصلة، احنا هنقول حكاية وهنقول لها تفاصيل الأشخاص والأماكن، إذا تشابهت مع حد فنحن غير مسؤولين على هذا الشبه، بنعلنها في بداية الحلقات. احنا هنحكي حكاية إذا حدث تشابه معاها مع بعض الشخصيات أو الوقائع نحن غير مسؤولين عنها، لأننا بنتكلم من وحي الدراما، والأسامي اللي هنستخدمها ليها دواعي درامية زي ما تعودنا، وكل حاجة هنحكيها المرة دي ليها دواعي درامية. يبقى دي كانت المقدمة اللي أحب أني أقولها قبل ما نخش في بداية الحلقات، ومش هتكون بالطول بتاع حلقات حكاية روز، هيبقى لها توقيت معين، الحلقة مش هتزيد عن النص ساعة، هسيبكم واخرج في فاصل قصير ونرجع لأحداث التمهيدية لأول حلقة من حلقات حكاية زنوبة وسمعان اللهفان.
ويا شيل الغلة من فضلك دلل جيرش يا حجة يا شيل الغلة مش فضلك دلل جيرش ما قلبي حبك بخلاص زي ما حبك حبيني زي ما ودك وديني يا حلوة يا شيل الغلة من فضلك دلل جيرش يا حلوة يا شيل الغلة من فضلك دلل رجعنا بعد الفاصل عشان نبتدي الأحداث التمهيدية لحكاية زنوبة وسمعان الهفان. كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كان في عيلة صغيرة مكونة من 7 أفراد عايشة في حارة من حارات أحياء شعبية. خلينا نقول إن الحارة دي كانت في السيدة زينب. كانوا عايشين في شقة صغيرة من 2 أوضتين. الأب كان اسمه عم شحات والأم كان اسمها الحاجة فكيها. كان عندهم 5 أولاد. ال5 أولاد كانوا ولدين وثلاث بنات. الأخ الكبير كان اسمه عباس والأخ الصغير كان اسمه تامر. الأم كانت سمعتها في مسلسل فعجبها الاسم وسمت بيه ابنها الصغير. البنات بقى كان اسمهم سعادات ونعيمة وزنوبة. يبقى خلينا نقول تاني الأشخاص اللي هيكون معانا في الحلقات. عم شحات هو الأب ومراته الحاجة فكيها. كان عندهم 5 أولاد. الأخ الكبير كان اسمه عباس والأخ الصغير كان اسمه تامر والبنات كانوا سعادات ونعيمة وزنوبة. الأب كان بيبيع علب سجاير وعلب مناديل في الإشارات والأم كانت بتساعد الجيران لو حد محتاج حاجة وكانت بتساعدهم يلموا الحاجات اللي مستغنين عنها وهي تقعد تدور فيها لو حاجة هتنفعها كان بها إن ما كانش بتبيعها في حي الزبالين عشان يرموها للخنازير يأكلوها. الأب كان بيجتهد يوفر لعيلته كل اللي يقدر عليه وواحدة واحدة قدر يفتح كشك على ناصية الحارة ويبيع فيه الحاجات. طبعا كان بياخد من معلمين الجملة والبقالين بضاعة بالأجل ولما يبيع يروح يحاسبهم وياخد نسبته. زمان كان التعليم مش صعب زي أيامنا
وكانت كل الناس بتتعلم بطريقة واحدة. في صحيح مدارس في أحياء راقية، بس برضو ما كانتش الفرق في المصاريف بالطريقة دي، والكل كان بيتعلم بطريقة وزارة التربية والتعليم، والانتماء كان حاجة مهمة جدا، والتعليم كان قيمة في حياة المصريين حتى في حياة البسطاء منهم. كان ممكن الناس تجوع وتعلم ولادها. لكن دلوقتي للأسف الحال اتغير خالص، والتعليم ما بقلوش قيمة، والناس حتى اللي معاها فلوس ويبان عليهم الهيبة بقوا يلاقوا صعوبة كبيرة كبيرة انهم يقنعوا أولادهم يتعلموا من أصله. في واحد كبير في المقام، وواحد كبير في السن، وواحد كبير في الفلوس، وكل دول لو عندهم ولاد هيسألوا سؤال واحد: عايزني أتعلم ليه؟ هو أنا لو اتعينت في الحكومة اللي مش ممكن دلوقتي حد يتعين فيها، يعني هاخد كام؟ ده أنا لو عملت قناة على اليوتيوب هكسب الشيء الفلاني، وهتخلوا الحصالة بتاعتي قد كده، وهعمل حساب في البنك. يبقى قولي أتعلم ليه؟ وجت الكورونا كملت على الباقي. بس ده ما كانش الحال زمان. زمان الناس كانت تجوع وتعلم ولادها، وكانوا فاكرين التعليم هو اللي هيخلي ولادهم أحسن منهم، وكل واحد كان بيبقى نفسه ابنه يبقى أحسن منه. المهم عم شحات اجتهد ودخل ولاده المدارس. ما كانوش كلهم فالحين في الدراسة، لكن ما كانش ممكن يسيبوا المدرسة لأن والدهم مصمم إنهم يكملوا تعليم. سعدات كانت شاطرة في المدرسة، لكن نعيمة وزنوبة ما كانش ليهم في الدراسة. والحاجة فكيها كانت دايما تقول لوالدهم: أقعدهم ونجوزهم لما يخشوا الإعدادي، لكن هو ما كانش راضي خالص. عباس كان شاطر، وتامر تقولوا عليه حلنج شوي، لكن كان ماشي يعني. المهم عدت بيهم الأيام، لحد ما الولاد بقوا تقريبا ما بين الإعدادي والثانوي. في الوقت ده اتفاجئوا ان عم شحات جاب صبي يقعد مكانه في الكشك من بعد تقريبا صلاة العصر لحد ما يقفل بالليل ويختفي وما يقول لهمش هو راح فين. لكن لقوا ان الاحوال المادية اتحسنت شوية، وبقى يقدر عم شحات يجيب لهم طلباتهم اكتر من الاول. بس كان في حاجة مهمة، الولاد كانوا اتعلموا الحرص عشان الظروف ما كانتش تسمح باكتر من كده، فكانوا كل ما يتوفر معاهم حاجة ما يردوش يصرفوها، وبالذات زنوبة. زنوبة كانت حريصة جدا في الفلوس، أول ما يبقى معاها قرشين لازم تخبيهم وما يطلعوش منها إلا بالضالين. كمان زنوبة كان فيها طبع غير إخواتها، كانت حشرية وتحب تشوف الجيران عندهم إيه وبيعملوا إيه. الحاجة فكيها كانت دايما تقول لها: كفاياكي يا زنوبة، كفاياكي يا رزية، مالكيش دعوة، انت بتتحشري معاهم ليه؟ تقول لها: يعني اقعد كده زي قلتي معرفش ايه اللي بيحصل؟ لا طبعا، لازم اعرف كل واحدة بتعمل ايه من اللي حوالينا، عندهم ايه، اتغدوا ايه، اخبارهم ايه. طيب يا ستي خلي حكاويك لنفسك، محدش فينا ناقصك.
في حاجة احنا بنقولها عن الناس اللي بتتربى بالطريقة دي، في حاجة اسمها أخلاق الزحام. يعني لما تكون الدنيا زحمة من حواليك والحاجة المتوفرة ليك قليلة، بتتعلم تدوس على غيرك عشان تاخد اللي انت عايزه، ولهفتك على الحاجة بتزيد وما بتصدق تلاقيها. يعني بتحب تكوش وما يهمكش تدوس على اللي حواليك، عشان لو انت رعيت اللي حواليك في الزحمة هما مش هيرعوك، ولو انت ما دوستش عليهم هيدوسوك. فدي بنسميها أخلاق الزحام. لما الظروف تبقى كده في حي شعبي وسبعة موجودين في نفس البيت واللقمة الأول كانت بتيجي بصعوبة، لازم الغالبية منهم هيبقى عندهم الطبع ده. يمكن واحد ولا اتنين يكون عندهم شوية نزاهة في التفكير، بس ده بيبقى هو اللي خارج الصورة، المتوقع بيبقى هو اللي تابع أخلاق الزحام. طب يا ترى في الزحمة دي زنوبة عملت ايه بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية. دي كانت البداية من حكاية زنوبة وسمعان اللهفان بقلم ورواية الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، وعلى لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. Stop!
دنيا زحمة زحمة وتاه الحباب زحمة ولا عدش رحمة